بانوراما اف ام تقدم مصطفى شعبان، هالة فاخر، هنا شيحة مع النجم الكبير حسن حسني. يحنا يا هما، يحنا يا هما، يا هما يا احنا، مين ده اللي زحزح مطر احنا؟ يحنا يا هنا، يا هنا يا احنا، نحنا كتير منكم واحنا فيش وش يا جماعة، وهاتوا اللي ابدا بيقعد واقعد على جنب. شغل السهوكة وكلام الحب بيجيب الغلب وبعد الحل. يحنا يا هما، انا هوريكوا اياكوا تفتكروا انكوا هتعدوا باللي عملتوه ده. يا ماما يا حبيبتي، احنا كان لازم نعمل كده عشان صحتك. هوشي خلاصي خالص، انتي تسكتي خالص، ما اسمعش صوتك. ليه بس يا ماما، وانا عملت ايه؟ الدكتورة دي وغريبة عني، وطبعا عاوزة تخليني في المخروبة دي عشان توفر المشوار لحد الدار، ومش بعيد ابدا تكون بتاخد سمسرة من المستشفى على الحالات اللي بتدخلها. انا يا مدام زهية، الله يسامحك. عيب كده يا زهية، بقى ده جزاتها انها مهتمة بعلاجك. والتانية دي بتكرهني، بتكرهني وعاوزة تخلص مني، ولو طالت هترميني في السجن مش في المستشفى. انما انتي ضنايا، تعملي فيا كده؟ وانا عملت ايه بس يا ماما؟ تآمرتي معاهم ضدي. انت عليك يا عالية، يكتفوني بالحبال قدامك ويشيلوني هيلة هوب زي خروف العيد، وانتي واقفة تتفرجي. يا ماما والله ما كنت بتفرج، ده انا كنت بوسع لهم السكة وهم نازلين. كمان بتوسعي السكة؟ يا خيبة املك في بنتك يا زاهية، يا شماتة العدوين فيك يا زاهية. يا ماما حرام عليكي نفسك بقى. اسكتي اخرسي وسيبيني في حالي، ولا انتوا كمان هتمنعوني عن الندم. يا مدام زهية، العصبية دي مش كويسة على صحتك، ممكن تأخر شفاكي. ليه والله؟ اتلككي يا بنت اتلككي كمان، ما انا عارفاكوا يا دكاترة كل ما يبقى في حاجة مش على مزاجكوا تقولوا عليها خطر على الصحة، انما بقى لو فيها مصلحة ليكوا تبقى امان وما فيهاش اي حاجة، مش كده؟ وبعدين بقى ما تعقلي شوية، احنا خايفين عليكي وقلبنا على مصلحة.